مع بدء العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية، يواصل المترشح الحر عبد المجيد تبون حملته الانتخابية للترويج لبرنامجه الانتخابي، مجدداً التزامه بالتكفل الفعلي بمشاكل الشباب وانشغالاتهم وإعطائهم الأولوية في مختلف المجالات. راني وعدتكم وعد شباب تاع الجزائر، راني أقول لك منا وهاك إن شاء الله الأولوية ثم الأولوية ثم الأولوية للشباب، وتكون عندكم بنوك تاعكم واحد ما يدي لكم حقكم إن شاء الله. لازم الصناعة الحقيقية، لازم نعاون كل من حب يستثمر في البيض ويخلق مناصب شغل لهذا الشباب. احنا معاه ونساعدوه. عبد المجيد تبون ومن ولاية البيض تعهد بفك العزلة عن هذه الولاية من خلال بعث استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل. البيض اليوم معزولة، تعاني من العزلة، لازم فتح طرقات جديدة مع سخونة وغير سخونة، ولازم ازدواج الطريق الوطني، لازم السكة الحديدية توصل للبيض إن شاء الله. إن شاء الله ربي يقدرنا باش نكونوا في على مستوى الثقة تاعكم والتطلعات تاعكم، ونرفضوا الغبن على شبابنا. هذا وأكد المترشح الحر عبد المجيد تبون أن الجزائر وبداية من 13 ديسمبر القادم تتجه لبناء جمهورية جديدة، لذا وجب التصويت بقوة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي.